قلبين لي اياها فرح بدل ما تقلبوها مندبه. بطلت انت تعمل عرس، فاتفقت انا والبنات نعمل لك العرس. على اساس ركبتك عم تجعك وما فيك تشتغلي رقاصة؟ ايه ما فيك البلا مثل الحصان، من بكره بدي احكي مع ابو اكرم. تبع 3 سبعات؟ ايه. ايه احكي. بدك تشتغل بالكازينو؟ ايه شو بقول كازينو؟ كخة؟ رقاصة؟ ايه رقاصة، شو بالرقاصة احسن مني. يا فيفو فيفو، يا ريت انا بعرف ارقص منيح، وانا صغيرة حلمي اصير فنانة. حلمك تصيري فنانة؟ يعني رقاصة؟ ايه مرة تانية. إذا بيطلع منك هيك حكي بدي اتفنن فيك على هالبلوعة من الوريد للوريد، فهمتي ولا لا؟ طيب ليش يعني غزالة وانا لا؟ غزالة مهنتها هي هيك، مهنتها تضربي انتي وهالبيت. يا ابن ياكم سالي سالي، شو بدك بهي الشغلة؟ ليش؟ لك بكره بياخذوكي. لوين؟ لا تردي عليها، لا بياخذوكي ولا بيجيبوكي، كلهم اكابر. اسمعي لقلك انا بعلمك. اول حركه بتعملي ايديكي هيك الكتاف لك هي. لقى شو هي؟ هي ما بدي اياها. شفتي ما عم درسنا ولا؟ يا الله شو بايديك؟ لك بعدين شو هي؟ شفيق؟ لك شفيق؟ لك شفيق؟ رح اسكت. تضرب شغليز. عم بمزح معك حبيبتي، شو صار لك انقرفت رقبتي؟ تضرب يعني لو انقرفت رقبتي كنت انبسطت؟ بعيد الشر، هاتي ايدك هاتي ايدك. تعي تعي حبيبي تعي. على مهلك على مهلك، قومي قومي. على مهلك. شو بعملهم؟ عليكم مو اسفكم بدنا. وانت شو دخلك من كشاش الحمام؟ روك الشحمة ماتت، متحملينك كل نهار على شد شباب، بعدين بدل ما تقول الحمد لله على السلامة، افترضني بربريسي وقع انكسر جناحه. الله لا يسلم فيك ولا عظمة، ما بتستحي على حالك انت وياه، فوت لنا من جوا. شو دخلك شو دخلك؟ هذا شفيق جوزي وعم يمزح معي. اضرب وضوء المزح. شو شو؟ بعيد قباوي. فوتي. يبعت له حمى على هالصوف. سكي. برتا رخي رخي. انفشل بك يا شفي، هلا بيحكي يحكي علي بالحاره شروي غروي. انفشل العين، بعدين انا ناوي جيب سطلين نهار وادهن هالبلور كلياته. ليش؟ ليش؟ مالك شايف كشمه مزروعه على الاساطيح كل النهار؟ ايه لانه كشاش حمام. لا لانه عم يبصص علينا كمان. بس خلص شو بدنا من هالسيرة؟ هلا رح خليكي تدفي ليل نهار 24 ساعة على 24، يمين يشوفنا يمين وبدون ما ندفع حق مازوت. رح شفت لك هالسخانة بتخليها شغالة ليل نهار. شفيق هلا انت طلعت على الاسطوح مشان تدلل سلك للسخان؟ ايه وشو اللي مو عاجبك انت؟ هلا اذا بحكي بتقول عني غشيمة وضاربك العمى. ليكو البريز. لا هالمرة خابت ظنوني، هالمرة ما طلعتي غشيمة ولا ضاربك العمى. يبعث لك حمى، إذا منحط السخان بالبريز بيسحب كهرباء قد حق اللي منحطه مازوت على 10 مرات. عم تضحك علي؟ هي كهرباء وهي كهرباء. تقبريني على سمة هالغشمة اللي فيكي، بتطير العقل، يا ريت تضلي على طول غشيمة، بس ضيفي علي إنك تضلي ساكتة كمان. اسكتي. أبو طمزة شو؟ شيش ومشعل الصبية. ما في برد. طبعاً منين بدك تبرد؟ ما عم نضيع ولا حريرة. هلا بورها هلا بقى، ممكن ما يدق الكوز بالجرة، بدك تذكريني بمصيبتي. شعل الصوب يا ما حدا بيقرب صوبك. رح شعلها بس كفيني على الموضوع نهائيا. بورا الفيديو فاضي. شلون فاضي؟ لك اطرحته مليان مدري مين مفضيه. قلت لك لا تحطه برا، قلت لي الدنيا امان. وانا شو بيعرفني انا؟ خلاص بلا سيره ابو زيد، نط على الكازي يا ابي ورجع. ما في اللي رايح شاي ابن الكازي، رايح شاي. شو انا خدام اللي نفضك انا؟ مو خدام اللي نفضني، بس انت رجال البيت انت. هلا الرجال ما له غير يروح على الكازي؟ لا في كثير شغل له الرجال. اقلع لي عيني بشغله واحده وانا مستعده اروح اواضك على الكازي. هو علينا بوران، هلا انت مسكتي علي همسك، ما بقيت تحلي عنه ابدا. لا ما حلي عليك عني شي شوي لحالك بدون حبي، ان شاء الله يا رب بموت على طريق الكازير، بتلبكي فيني، ما تعيرني تدفنيني، لك يخرب بيتك.
شفيق شفيق راح اموت من مرضي. شو؟ حموت من مرضي. بداني على بكره الصبح، شو بتساوي لك؟ شو شايفتيني دفايه؟ لك مو دفايه بس اعطيني شوي من الحال. بدل هاللعب والعلاج كله، قومي روحي شعلي الصوبيا، من هون لشي ساعتين تدفى الغرفة منيح وساوي لي قهوة قبل ما اروح الشغل. قومي. شو بتأمر؟ عف مازوت. امبارح المساء ابو طمزة جاب بيدون. حطوا قدام الباب، شفته لما جابوا روحي عبي الطاسة منه. شفيق لك يزعلوا، لا تخليهم يحسوا. شفيق شفيق في حركة برا، بس كنت هدا بطلع نفسي. فقد ازداد تأثير رياح شمالية غربية معتدلة الحرارة، وازداد أيضا تأثير امتداد منخفض البحر الأحمر الذي تمحور على امتداد شمال البلاد، حيث توضعت الفعالية الجوية في هذه المناطق. رديت وراحت الصورة. الله لا يوفق. لك يخرب بيته، أنا بتحمل نشرة الأخبار كلياتها مشان نشرة جوية، ولما صار وقتها تعطل. لك مو هيك، هيك بتنزع بعثته واشتريته من سوق الحرامية، هنا قالوا لي وقت بيسنح ما بيجي غير هيك. اجى الصورة زبط ايه مظبوط. ايوه يا سلام. وتناقصت الغيوم على المناطق الغربية والجنوبية بشكل واضح مساء اليوم. هذه الغيوم من النوع الممطر. هناك في شمال وابو طمزة وشك على الكازية. ليش الكازية هلا؟ قوم جيب مازوت. ما سمعت المذيع شو حكى؟ شو حكى المذيع؟ قال الجو صاحي ودرجات الحرارة فوق المعدل. معناتها رح يجي منخفض وتنزل درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر. ما حلك تحفظ درسك. بردتيني. لا ستي مو لهالدرجة هي. عم قل لك قوم ولا ما بتقتنع إلا بس يدب الزير بالجب. هلا الكازية بتكون سكرت. لك ما بتسكر لبعد 12. لك طيب بروح، بس علاش مستعجلة هلا؟ عم قل لك بعد 12 بتسكر. إذا لقيتها مسكرة بروح الصبح. وليش ما بتروح هلا؟ لك بدي أشوف المسلسل. لك بعد تخلص الدعايات إلا بتكون رحت ورجعت. لك هلا بلا ما الشعر الصوبيا، بكره من قبل الضوء بروح. عم قل لك قوم روح هلا، ضروري تقعد مثل النسوان قبال المسلسلات. رايح رايح مبصي بلا ما نشوف. لك إن شاء الله يا رب بموت وبتتبكي فيني وما تغيرنا تدفنيني ولي على حظي أنا. هلا روح دايما بهتني. لك شو بلاقي رجعتوا كأنكم لسه ما رحنا أمي. ليه؟ خلص خلص مرت عمي، هلا في موضوع خاص بدنا نحكي فيه بعدين. موضوع خاص كأنه بيعرف يحكي بموضوع عام. قال يعني بتعرفي منين بتعرفي؟ ما بعرف، أول مرة بحياتي بشوفه. لكن ليش ابتسم لك طالما ما بتعرفي؟ ابتسم لي يوسف وكف يعني؟ يعني هيك ابتسم لك بدون سبب، لو ما بتعرفي ما ابتسم لك. يمكن لأنه دعس لي على رجلي حبيعتذر. لو ما بتعرفي ما كان دعس لك على رجلك. وهو علينا شفيق، السرفيس ضيق والرجال دعس لي على رجلي بالغلط من عدمه يعني؟ لو ما بتعرفي كان راح فات قعد بالصدر، ما كان قعد مقابل لك وش وش. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك ما شفته نزل بعد موقفين؟ لو كان بده يقعد بالصدر كان بده يكركب السرفيس كله بالنزله. دبري له حجج لقلك، لانه اهبل انا على العافيه ما بفهم هالحركات. حركات شو؟ يكون بعلمك انا ما بينضحك علي، انا ظهري خشن بخرمش. حبيبي يا حبيبي، هذا بس قلت لك انه دعس لي على رجلي وجننت، كيف ما احكي لك القصه كلها؟ ليش شو عمل؟ احكي لي شو عمل؟ شو بده يعمل يعني بالسرفيس؟ بعدين انت كنت قاعد جنبي شفيق. لك شو هي بقية القصة؟ وهو نازل لقيت بكلة شعري بكستك ساعته. البكلة علقت بالكستك؟ وشو جاب البكلة للكستك؟ ولا عطيتي اياها ذكرى؟ لك ذكرى شو؟ شو جنيت يا شفيق؟ اكذبي اكذبي لقلك، اكذبي وخلطي. بس بسيطة يا غادة، ما بكون انا شفيق، ما
تخترع قصص وتصدقها. انت بتعرفني منين؟ لا تبيعيني من هذا الكلام المعزوم. اساسا ما في مرة على وش الارض بتكشف حقيقتها، كلكم مثل بعض حيايا من تحت تبن.